أهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة. دار الإفتاء المصرية حريصة دائما وباستمرار على التواصل مع المواطنين والإجابة على كافة التساؤلات. في الفترة الأخيرة تلقت دار الإفتاء تساؤلات كثيرة عن صحة إقامة مقابر متعددة الأدوار، أو بمعنى أوضح مقابر دور أو اتنين. الحقيقة إنه هذا التساؤل مثير جدا للجدل، علشان كده إحنا معانا الداعية الإسلامي أسامة قبيل لتوضيح مزيد من التفاصيل. برحب بحضرتك معانا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا أستاذ حضور من حضرتك وكل السادة المستمعين والمشاهدين. أهلا بيك يا فندم. فضيلة الشيخ، بوضوح شديد، كيف يرى الشرع إقامة المقابر بنظام الأكثر من دور أو الأدوار المتعددة؟ طيب خلينا كده في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. موضوع المقابر وتعدد بنائها لأدوار متعددة، نقول ربنا بيقول في القرآن: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. ربنا خلقنا من الأرض وخلقنا من تراب لما قال في القرآن وخلقنا من طين وهنرجع تاني، ودي حقيقة الدنيا. ربنا بيقول كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن النهاردة في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها النهاردة في وقعنا، وعندنا حاجة في الفقه اسمها إدراك الواقع، وقعنا بقى فيه مستجدات كتير جدا عن الأول. فموضوع المقابر المتعددة فيها أمرين، فيها أمر يتبع كمية الأرض اللي موجودة في الحيز العمراني أو السكني اللي موجود فيه الناس. يعني لو في مكان في متسع من الأرض نقدر نبني مقابر كتير قوي، وخصوصا النهاردة احنا عندنا يعني مساحات في الأماكن اللي هي في المحافظات اللي جنبها ظهير صحراوي، ممكن ان احنا نقدر نطلع نعمل جنبها مقابر بعدد كبير قوي، المساحه كبيره. تعرف حضرتك احنا لسه ما خلصناش 15 حتى في المية من مساحه مصر، اللي هو الظهير اللي احنا ممكن نبني عليه او نستعمله في العمران والتطوير والبناء وغيرها من هذه. فالامر يحتمل الجواز لو ما فيش ارض، لو الظروف الرقعة اللي بيبني عليها، اللي الناس النهاردة بتبني عليها المقابر من أهل الاختصاص من المقاولين أو وزارة الإسكان أو الجهات المعنية والمنوطة ببناء المقابر، لو رأت إن المكان ده ما فيهوش متسع يجوز إن احنا نعمل دور تاني، ولكن لازم نحط كمية كبيرة من الرمل أو من التراب في الدور التاني، علشان خاطر حضرتك عارفة تحليل الجثة وغيرها من هذه الأمور بعد ما الإنسان ينتقل إلى رحمات الله تبارك وتعالى. طبعا الجسد هو اللي بيبلى والروح لا تبلى، الروح بتبقى، يعني لأن فيها سر. ربنا بيقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، فعندما ينتقل الإنسان إلى رحمات الله تبارك وتعالى يفنى الجسد فقط وتبقى الروح. أما الأمر الثاني، لو كان فيه متسع فلا يجوز. يعني الامر يحتمل فيه سعه يا استاذ حور، مفيش ان احنا النهارده هنصدر ونقول لا يا جماعه يجوز او يصح او لا يصح. لا، هو السؤال ده الاجابه عليه بيصح ولا يصح. يصح اذا كان مفيش متسع من الارض، ولا يصح اذا كان في متسع من الارض ونقدر ان احنا نبني عدد مقابر كتير قوي. فالأمر جائز وعلى الساعة وما فيش مشكلة خالص، ونقدر نقول يجوز ولا يجوز، كلاهما صحيح. وده زي ما حضرتك يعني شايف انه في الفترة الأخيرة ممكن يكون يعني قادر استشف انه في استثناء، وخاصة ان احنا يعني في اوقات الأوبئة ما بتكونش النقطة اللي حضرتك بتتكلم عنها بقى فكرة انه المتسع في الأرض دي يعني بيسمح بأنه تبقى فيه مقابر أخرى، ولا ممكن نلجأ لفكرة أنه يبقى فيه مقابر دور أو اتنين؟ وما فيش مشكلة خالص حضرتك لتعدد الطوابق لدفن الموتى، خاصة في ظل الأوبئة والأمراض، لأن إكرام الميت دفن زي ما احنا عارفين. لما الإنسان بيموت
احسن اكرام واحسن احسان ليه هو دفنه، ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. يعني الغراب علم ابني ادم ازاي تكون عمليه الدفن، دفن الموتى، ودي في قديم الزمان، ودي سنه كونيه. الواحد مننا لما بيموت له اي حد بيسعى ان هو يكرمه ويغسله ويكفنه ويدفنه علشان خاطر ربنا يوكل للإنسان لما يموت هذا الإكرام، لأن دي سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الكون. كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا بالثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إحنا بنسعى أن إحنا نكرم آبائنا أو أمهاتنا أو زملائنا أو أصدقائنا أو أي حد بيموت، ولكن لو مات يجوز ان احنا لو عندنا مقابر متعددة للطوابق يدفن فيها، لا بأس، مفيش مشكلة خالص. لفت انتباهي انه حضرتك وانت بتتكلم قلت انه يجوز، ولكن احنا ممكن نحط يعني جزء كبير من الرمل علشان فكرة تحلل الجسد يعني. نعم. ايه تاني من الشروط اللي يجب مراعاتها او نقدر نقول انها من الاشياء اللي يعني مختلف عليها او ممكن تكون مثيرة للجدل في عملية انه يبقى فيه مقابر اكثر من دور؟ هو حضرتك سامحيني، الموضوع مش مثير للجدل ولا حاجة، الموضوع ده موضوع اجتماعي وحكم الحاكم يرفع الخلاف. لو رأى الانسان المختص ببناء المقابر او اللي بيخططوا اللي هو التخطيط العمراني اللي موجود في وزاره الاسكان او الجهات المنوطه بتوزيع اراضي المقابر، اذا رات ان مفيش مكان متسع للمحافظه دي او الحيز ده، لان مثلا هنقول محافظه مثلا لا ظهير صحراوي غير محافظه ما لهاش ظهير صحراوي، يعني في محافظات ما لهاش ظهير صحراوي خالص زي الغربيه، زي محافظات اللي هي في وسط الدلتا، وفي محافظات لا ظهير صحراوي كبير ممكن يبقى جنبها متسع من الارض تقدر تبني عدد كبير جدا. فده يختلف باختلاف المكان. دي ساعة الإسلام يا أستاذ حور، احنا عندنا متسع، مفيش تضييق على الناس، الأمر بين الساعة والضيق. لو في ساعة أوكي تمام نعمل مقابر كتيرة قوي، وكل واحد أو كل عيلة أو كل أسرة يبقى لها مقبرة خاصة بيها. أما لو في ضيق في الأرض فيجود، مفيش مشكلة خالص، ويصح إن احنا نعمل مقابر متعددة في الطوابق، دورين أو ثلاثة أو أقل، زي ما يشوف المهندسين بتوع البناء في قصة السلامة كمان، عشان خاطر انت عارفة المقابر ما بتتبنيش برضو بالطريقة بتاعتنا احنا بتاعت البيوت، من الأثاث المتين والأعمدة والحديد وغيرها من المسلحات اللي احنا بنشوفها في بيوت. فالمقابر بتبقى مبنية شوية يعني بطريقة بسيطة ويسيرة. طيب يرجع في ذلك لأهل الاقتصاد. أنا هستغل أنه حضرتك موجود معايا في هذه المداخلة، وكمان نتكلم في بعض الأمور اللي ممكن تكون من المحظورات اللي يجب أنه أي شخص بيتوفى لحد عزيز عليه أنه ما يعملهاش. فكرة الدفن والصلاة وحتى يعني مرور آخر نعل للأقربين من المقابر، ياريت لو حضرتك توضح لنا في نقاط سريعة إيه هي المحظورات اللي يجب تجنبها للدفن وتقبل العداء. طبعا هو أول حاجة في المحظورات لما عندما يموت الإنسان على أهل الميت ألا يعترضوا على قضاء الله، يعني يكون عندهم رضا، وأن يسعوا إلى إكرام هذا الميت بتغسيله وتكفينه والسعي إلى دفنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا كلنا عارفين كيفية الغسل بيكون بها الناس المختصين بهذا الأمر، وكيفية التكفين بيكون في ثلاث أثواب للرجل وخمسة للمرأة سترة لها، وبعد كده بيصلي عليه صلاة الجنازة وهي أربع تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى نقرأ فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية النصف الثاني من التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت أو للمتوفى، وهذا هو أصل صلاة الجنازة. يعني أصل صلاة الجنازة أستاذ حور هي دعاء أصلا، دعاء وإقبال على الله تبارك وتعالى. والأمر الأخير هو الدعاء لنفسك ولجميع أموات المسلمين، فنقول: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره
واغفر اللهم لنا وله ولسائر أموات المسلمين أجمعين. بعد كده بتنطلق الجنازة إلى المقابر، مقابر العيلة أو المقابر اللي هم هيتم فيها دفن الميت. وطبعا بيتولى موضوع الدفن إنسان برضه متخصص فاهم، بيقوم يعني بإضاع الميت أو ينيمه على الناحية الجنب اليمين وفي اتجاه القبلة، وبيبدأ يفك طبعا كل الأحبال اللي بتبقى مربوطة على الكفن، وبيعمل زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث قبضات من التراب أو من الرمل اللي موجود في المقبرة، منها خلقناكم أدي واحدة، وفيها نعيدكم أدي الثانية، ومنها نخرجكم تارة أخرى أدي الثالثة بس. وبيتم الدعاء للميت زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من دفن أحد أصحابه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل وإنه لا يسمع فرع نعالكم. وقت الدفن ده بنفضل موجودين يعني بمثابة وقت ذبح شاة وسلخها وتوزيعها، يعني حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع. في ناس بتقعد لا بأس ما فيش مشكلة، ولكن من المحظورات زي ما حضرتك بتقولي بقى ان احنا هيبقى في تصويت او الناس تترخ او الناس تعترض على امر الله تبارك وتعالى، او يبقى في تدافع خصوصا في وقت الاوبئه، دي محظور مش موجود دلوقتي، الناس تتدافع بالزياده، او الناس يكون عندها سخط على هذا الامر. ولكن من رضي فله الرضا، ودي حقيقه، وان مردنا الى الله كلنا هنمر بالمرحله وبالمحطه دي. احنا عايشين في الدنيا كلنا ضيوف، ودي حقيقة الدنيا، بس ياريت نتعرف ان احنا اتولدنا في لفة وحنمشي في لفة، واحنا عايشين دلوقتي في لفة، هي دي حقيقة الدنيا. ربنا اتولدنا كل طفل، كل طفل بيتولد بيجيبوله لفة يلفوه فيها اول ما يتولد صغير كده، وبعد كده بيمشي في لفة. احنا لسه قايل لحضرتك الراجل ثلاث لفات والست خمس لفات من القماش الابيض، وبعد كده هو عايش في الدنيا دي بيلف شوية. يعني إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، مرحلة ابتلاء واختبار وامتحان، ولكن الإنسان دايما عنده أمل وعايش في الدنيا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، طول ما أنت عايش في الدنيا وربنا بديك الصحة والعافية والنفس وعايش في الدنيا، اشتغل وعمر وابني واشتغل على نفسك، وخلي عندك طموحات وأحلام. كل يوم جديد هو هدية من ربنا سبحانه وتعالى، كل شمس وكل فجر وكل بداية جديدة. واعمل لاخرتك عشان البالانس بقى والتوازن، يبقى فيه توازن بين الدنيا وبين الاخره، لان مفيش انفصام ولا انفصال يا استاذ حور بين الدنيا وبين الاخره. الدنيا دي مزرعه للاخره، يعني محدش هيقدر يعيش في الدنيا يقول لا انا مش عايز اروح الاخره او يوصل للاخره بدون الدنيا. فانت هنا في الدنيا في مزرعه علشان تحصد الاجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. ربنا يرحمنا برحمته ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. آمين. ويسترنا بستره الجميل. وقت الشتاء اللي احنا فيه ده غنيمة وفرصة، وقت نزول المطر، وقت استجابة الدعاء، ربنا يجبر بخاطرنا ويجبر بخاطر كل السادة المستمعين، ويحفظنا ويحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، ويفك كرب المكروبين، ويشفي مرضانا ومرضى الناس أجمعين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أنا بشكرك، يعني خير ختام حديثنا هو الدعاء اللي حضرتك يعني دعيته لينا ولكل أمة المسلمين أجمعين. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أسامة خبيل الداعية الإسلامي، شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا وسهلا. شكرا موصول لحضراتكم كل متابعينا في كل مكان، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.